انا بفرح جدا لما بيجي لي سؤال زي ده. ليه؟ لان توضيح الصورة حتى يعني تشيل علينا 90% من الحل، يتبقى 10% فقط الخطوات نفعل كذا ولا تفعل كذا. فكون ان انا اعرف في البداية ان فعلا في اختلاف ما بين تركيبة الرجل البيولوجية والفكرية والنفسية والجسدية عن المرأة، وليست هي مسبة للمرأة ولا انتقاص منها، بل كل واحد له تركيبته النفسية والجسدية والعقلية في أصل الخلقة. الله يفتح عليك. الرجل دايما بصص للنتائج، بصص قدام، بص يعني الحل أو المشكلة هي يلا اديك الحل. المرأة مش عايزة كده، عايزة ما تيجي تحكي أنا مريضة، عايز يقول لها الله اشافك الله وعافاك، الا انت ده الدنيا كذا، مش يلا هتقول لي خدي الفلوس اهي وروحي للطبيب. لا، هي مش عايزه كده، هي عايزه المشاعر اللي حوالين الامر اللي موجود، فهم مجرد الطبيب. المراه لما بتيجي تتكلم يقول لك ده رغايه، بتكلم كتير كلام، والله تصدعت من كلام. ايوه، في 25,000 كلمه للمراه في اليوم لازم تطلع، ولو لم يسمعها الزوج والصحاب والاهل بتخزنهم لك تاني يوم 50,000، فيعني ايه اسمع ام 25. لكن لما بنقول المراه لما بتيجي تعرض مشكله ما بتبقاش عايزه حل من الراجل، ودي نقطه لازم يفهمها الرجال. هي بتحكي فبتطلع المشاعر عشان خاطر هي في كلامها اصلا ذات نفسه بتطلع الحل. لو فهمنا النقطتين دول، ان الراجل دايما باصص لقدام للمستقبل على الحلول والنتائج، والمراه بس على المشاعر اللي حوالين المشكله، انتهت المشكله. لما اعرف ان هي لما بتبكي وبتعيط مش عشان انت كارهين، هي ما بتقولش بتقول في الاخر اقصى درجات الافوره واقصى درجات توصيف المشاعر. انت كارهني، انت بتحبنيش، انا مش اولويه عندك، انا مش كذا، كل ده ليه؟ اصل ما ردش على 50 رساله من رسائل الواتس. يشوف هي بررت الامر بايه. فمجرد ان انا بس افهم ان في اختلاف حقيقي فكري ونفسي، حتى في طريقه التحليل، في طريقه التفكير ما بين الرجل والمراه، ليس نصلح احسن. بتوع النسويه يقول لك ايه، يعني هو احنا مش زيهم، يعني هم اعلى من. يا بنتي والله ما كده خالص، ولا لها علاقه لا بنقصان ولا الكلام ده، بل بالعكس، ده دوت مكرمه ليكي. المكرمه ليكي اللي فيها ان يراعي نفسيتك، طب خلي بالكم ان في فترات معينه، طب خلي بالكم ان انا ماليش دعوه بالحلول، ولا انا هديك انا الحل، بس اسمعني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اسمعها، اسمعها يعني تمام، زي ما سيدنا عمر يعني شاورهن وخالفهن، ولكن اسمع منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، النبي عليه السلام عمل، سمع ونفس. ام سلمه انقذت الامه في صلح الحديبيه. ليه؟ سمع وادت حل. لا، اصل انت ست ما ينفعش اخذ منك الحل، حشاه صلى الله عليه وسلم، لا اخذ منك، وحلها انقذ المسلمين في الوقت ده. فكون فهم الطبيعه دي يوصلنا لراحه. انا بقول لك 90% لو فهمنا، 10%. طب ايه الخطوات؟ طب لما تزعل، طب ما اعمل. عندي مجموعه من الشباب لسه بحكي عنهم، حديث زواج 5 سنوات زواج. يا دكتوره حقيقي انا مش فاهم زوجتي هي عايزه ايه، انا نفسي والله افرحها. طب قولي لي، طب هي صاحيه متضايقه مفيش اي، اعمل ايه؟ اسالها، بسيط بقدر، اسالها. فمجرد الفهم يطلعنا من النقطه دي.